بالفيديو الجديد حبايبي الكل. الفيديو اليوم والله العظيم راح يكون اقوى فيديو, راح يكون كثير اكشن, راح يكون في ضرب مد ايد, فاليوم راح يكون فيديو كثير خطير. على فكره ولا مره عملته, لانه انا من اول ما جيت على دبي كنت اخذ شقق مفروشه. الحمد لله رب العالمين صار الوقت اني اخذ بيت لحالي, صار لي تقريبا ماخذه للي ما بيعرف اسبوعين ثلاث, حاليا قاعد بعكش فيه بيت جديد. فقررت اعمل فكره ولا مره عملتها. بس قبل ما نبلش احكي لكم مين الاشخاص اللي راح يساعدوني بفيديو اليوم. اول شخص معانا جلال. يعني راح تعمل لي اكشن اليوم؟ اكشن انا بقول ممكن تلمح قناتك مره اكشن حسوي. الشخصية الثانية معانا منى. طبعا حبايبي منى اول مرة بتشوفوها بقناتي, بنت معروفة على التيك توك, وصلت معها وجبتها تساعدني بفيديو اليوم. اي غلط راح ازعل منك, انا جار راح تخربي ام الدنيا. اوكي جاهزين؟ بده تخطيط 3 ايام كان 3 ايام خطط عليه. وغير هيك حبايبي بدي احكي لكم شغلة, انه بس اوصل 4 مليون احسر شو راح اعمل. احسري راح انط من طيارة. والشغل الثاني احزر شو راح اعمل؟ شو؟ راح اعمل اغنيه جديده. والله العظيم حبايبي اول ما اوصل 4 مليون راح انط من الطياره واعمل اغنيه جديده وبتنزل بال 4 مليون, فانزلوا اشتركوا وخليكم معنا. والله حبايبي القلب راح اتعطيكم شوي بالفيديو, بس جايب لكم اليوم خبر كثير حلو. اذا حابين تتعرفوا على اشخاص جديده وتدردشوا مع اصدقاء جديده من كل انحاء العالم, جبت لكم طريقه تواصل كثير بتجنن عن طريق تطبيق داما لايف. داما لايف عباره عن تطبيق بث مباشر ودردشه فيديو من غير ما احكي لكم كثير عن التطبيق, بس فعليا غادي راح تتسلوا وتنبسطوا وتضيعوا وقت, لانه بضم مذيعين وموهوبين مؤهلين. ليش المذيعين موجودين على داما لايف؟ انهم ناس حقيقيه زينا زيهم, لانه داما لايف صادق عليهم. داما لايف بتقدر تستخدمه البث المباشر لتتواصلوا مع اشخاص جديده, فقط للاشخاص اللي بتعجبهم الدي ام مع نصوص او صور خاصه تحت رعايه كوفيد. داما لايف بوفر لنا فرصه حلوه. ليش؟ لانه بخلينا نتعرف على الناس بطريقه جديده. استمتعوا كثير باستخدام التطبيق, لانه بكون قادر على تكوين اصدقاء من كل انحاء العالم. شعور حلو نحكي مع مدعين لانه موهوبين وساحرين كثير, بيستجيبوا لنا كثير. بتقدروا تشوفوا المدعين بيطلعوا موهبهم الحلوه الغناء والرقص, بتقدروا كمان ترقصوا وتغنوا وتدردشوا مع مين ما بدكم بنقرات صغيره ما بتحسوا بالملل, وكمان تجربه البث المباشر تجربه حلوه ما بتنتسى. قولوا مرحبا للناس الجذابين وشاركوا ثقافات مختلفه مع ناس جديده. رابط تطبيق داما لايف موجود تحت بالوصف, بتقدر تضغطوا على الرابط ومن خلاله تحملوا تطبيق داما لايف. ويا هلا فيكم بداما لايف. بس في وسلام. سو حاليا الشيء عم يصير حبايبي, انس بعتني لبيت بيسان لحتى ادق عليها الباب واطلب منها الكاميرا, وهي الكاميرا ببيت انس بالاصل. فانا بدي اسحب بيسان لبيت انس باي طريقه, فحقلها تعي اعطيني الكاميرا, حتقلي هي ببيت انس, بلا امشي معي بخاف يكون نايم او شيء هيك. سو هلا حاليا حدق على بيت بيسان نقول لها اللي حيصير. انا هاي بيسو. هاي شلونك؟ شو عم تسوي؟ ولا شيء. بدي الكاميرا. مو كاميرا تبعيتي كبيرتك؟ مو عندي, عند انس كانت اخر مره. شبك بدي صور بربك بدي اياها. والله مو عندي. روح دقيت على انس؟ لا لا خايف اكون نايم او شيء. انا قلت عندك الكاميرا. لا ربك بدك كاميرتي. اعطيك كاميرتي؟ لا بدي كاميرتي, يعني كرت الذاكره تبعي هيك عم بيتخربط كروت الذاكره. بربك تعي تجيبي لي اياه من عنده. روح عنده جلال. شو بك انت؟ طيب اكيد نايم وشي كل جلال, يعني ما تنحلي الباب. ربك تعي جد كبر عليه بحياة امك. امشي لك بس دقيقتين دقي الباب عليه, خذي لي منه الكاميرا واعطيني اياها, خاف يكون نايم او شيء. لا يلا تعي. انا حكيت معه كان فاهم. بس اي شيء بسرعه وتعال. يلا انا بسرعه. يلا خلي الباب مقفول. أنا كثير متوتر لأنه أول مرة بعمل هيك شيء. الله يستر شو اللي رح يصير. بدي اصور هلا. دقيقتين بس بجيب لك اياها. بدي اصور وين؟
بيسال ايش كل شيء من عنده عليه شو اللي ماشي بحكي له بس دقيقتين دقيقتين اعطيني اياه فوت اعطيني اياه يا جلال كيف بدك اياه طب مسح الدوا شو يا سلمانك مالك بسلك رجلي انت مسك الباب حر انا بسك الباب وقول لي شوي شو يعني؟ افتح طب ليه انت بس بحكي لك طيب بدنا انت بفوت على البيت شو افتح الباب خلص فوت ايه بدي فوت لانه هيك عامل على الباب هيك وعامل له بلوك ما عم بقدر فوت اوف 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 عشان هيك انا سمعت فوتنا لا مين ما قال لي من اول ما كنت جيت دقيت عليك الباب او شيء مين هي؟ اكتب لي اليوم لا تدق علي الباب مين هي؟ والله ما توقعت منك يا ناس قسم برب الله ما توقعت منك قسم بالله ما توقعت منك، طب قل لي في عندي ضيوف او شيء اليوم ما تجي لعندي يا اخي. منى تبعي الديزاين. تعمل ديزاينات. انا مشان هيك بطلت خليني اتعامل. لانه كان عندنا جلسه خاصه. متى؟ طب ما دام تبع الديزاين ما في شيء تخبيه يا انس. لا بس لا. اذا تبع الديزاين بفوت خلص تبع الديزاين ناخذ الكاميرا ونطلع. ليش انت شو بدك ديزاين تعمل؟ كان ديزاين لغرفه النوم. غرفه النوم؟ تعمل ديزاين. هي شاطره كثير منى. ورزتني شغلها ولا ما حكيت حبيت اعمل لك اياها مفاجأة شو خاص الديزاين بمفاجأة ما انا والله عيب عليك والله ما توقعت منك يعني ما قال لك متوقعت انه انتوا تخبوا على اشياء بعض وانت شو دخلك انه مخبي اشياء بعض او لا ولا ما خبرتني انه عندك وحدة ديزاين مش ضروري اخبرك انه في عندي وحدة تبعي ديزاين انت شو بدك للبيت ديزاين يعني غرفة النوم بدي اعمل لها لا ضروري تخبرني اوكي ماشي اوكي يعني طيب عندك وحده ديزاين ليش ماسك الباب هيك؟ طب قلنا من اول في عندي ضيوف تبع الديزاين وخلص عم تصمم انتوا اللي جيتوا اقتحمتوا البيت لحظة ايش انت مين لحتى تحددي اذا انا بقتحم البيت او لا؟ انت انا منى انا شايفه لو هو كثير بهمه رايك كان طلب مني لا تحكي هيك مع نساء لا بهمه رايك بهمه رايك الك صح؟ رح يكون شايف اتصل فيني وقال لي تعي اوكي لا تزعلي مني بس انت كوقحة لانه ما حدا بيجي هلا اوكي؟ ليش بدها الساعة؟ بس ليش بتقول انا وقحة حرام عليك انت خرافة ما شايفة شو عم تحكي معها؟ عم بحكي عادي لا ما عم تحكي عادي لا ما في عادي انت شو دخلك اذا اقتحمنا البيت او لا؟ بعدين شو البرايفسي اللي عندك؟ انا بحب اشتغل وفي عجقة وفي ناس هي طلبة هو مين قال بسال ما تفوت عليك هو مين قال انه نفسه طلبت مني انه تحكي لي يعني ما بدي حدا يعني قالت لي انا ما بدي حدا هو بيحترم هذا الشيء بيسال وانا بحترم مش بضرب بعض اناس شو بتحترم هذا الشيء اوكي يعني وحده جاي بدها تشتغل معي قالت لي لو سمحت شو بدها تشتغل معها بس بدها تعمل لي ديزاين ليه ما خبرتني ليه ما بدي انا فيني اشتغل واعرف لي اصوات بس شايفه شو بتعمل انت وشغلك لا تشتغلي قال ما فيني اشتغل حبيبتي تعلي صوتك ما تعلي صوتك كله بدل البيت لا بالبيت هذا ما ايه انا جاي هو داداني جايبني اعمل له البيت الضيوف بكون دائما البيت بيت أنا لا هاي اذا هيك عم تتوقع مع لسانها مو بيت ما تتوقع لا عم تتوقع عم تتوقع صح؟ بنعملي كثير صوتي كثير واطي جلال عيب عليك توقف مع بسام تقلب ضدي يا اخوي انت شايف شو وقفنا على الباب بس انت ما تسمع شو عم تقول صوتك عليك قدام العالم انت بدك تفوتي صوتك هي اللي عم تعلي صوتها اذا انت بدك اذا مو عاجبك اطلعي برا تخيلتي انت تطلعي لبرا انت اللي تطلعي لبرا انا جايه ضبط البيت ايه وما بهمه رايك ديزاينك الحلو حبيبتي شكرا ما عليك ضبط البيت ما تتقاليني ما تتقالي شو حالك لا بتتقالك اذا بدها ونص ارميها لسان احترمها ما بدي ما لا اذا بدها بتمسك النص لا اذا بدها بتمسك هدي حالك لو سمحت هدي حالك خذ شيء انا بعرفي بحترمك حالي لانه انا محترمه قاتل هذا احترام شو بدك خليك الله اكبر انا ما كانت محترمه اشتغل وهدي حالك لك انت شو عم يصير معك شو عم يصير معك لو سمحتي يا الله انا رح ضل هيك لانه انا ما فيني يعني اشتغل عندي ما عجبك اطلعي لا ما عجبك تروحي لا لا تحكيت مع البنت يا شو دخلك انت ما سمعت شو عم تحكي مع بيسان انت كيف تخليك تحكي معي
انت كيف بتخليها تحكي معي هيك بدل ما تقوم تقلعها هلا؟ لا هي بتخليني، لان انا ما بقلل الادب معها. لا انا مش قادر اسمعها. احترام معها. عم تتوقعي عم تتوقعي البيت بطلعتوا البيت. استنى احترميها للبيت. شو من هي؟ منين جايبها؟ انا جايه بموعد، انت جاي بدون موعد. يعني شو بدي اعمل لك احترام الثاني؟ الناس اللي ما لها داعي بيجوا بموعد، بس الناس اللي لما انت تقول لما كنت جاي على بيتك هو ما كان عم يخسر، هو ما كان بده يفوتها، انت ما شايف؟ بس هي قد ما انها مصره 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 بدها تفوت بصراحه فوتي فتي ها فتي تفضلي اعدي انسان ما معك حق قال لي بيتك صح؟ بيت بيتي بدك تطلعي هلا لبرا ما بدي اطلع لا هلا بدك تطلعي لما انا اسعد بطلع انا اسال اطلعي بسان زودتيها كثير الا اطلعي كثير زودتيها يعني انا خلص طلع بعدين بتفاهم انا وياك يلا طلع شو بتحكي لي مش انت انت سوبر مان ما انا سوبر مان انا حاطط خبرك يلا طلعي شوف ها قراري انا بشوف طلعيها انت انت ما بتقدر تطلعي طلعي شوف اكيد ما حدا يطلعني لانه بيته لانه مش انت بس ما بدي اطلع انا انت بدك تطلع ما بدي اطلع لا غصبا عنك ما بدي اطلع انا والله ما توقعتها منك والله العظيم انا ما في شيء توقعته منك ما في شيء غلط لا في شيء غلط يعني انا هي اللي اكيد انت اللي ما احترمتيني بعدين انت ثواني ساك منك الا هي ما بتهمني انت طلع فيني هون انت ليش ما حبيتك لحالك انت ليش ما حبيتك لحالك ما بحكي معها هيك اوكي انا مين انا ما بعرف فين السيد في عم تجيب السيد تحكي معي باحترام انا انسانه ما بعرفك اوكي ما رح بس بالصبر انت عم تسوي معك بتوطي صوتك وانت عم تحكي معي انت عليك بتوطس علي بتحكي كيف ما بدها معي كيف ما بدها انت كيف ما بتخبرني حر لا انا ما بدي اخبرك انا ما بدي اخبرك ما بدي اخبرك كثير هيك صارت كلام تعي شو هيك صارت عيب تجرحيها بالكلام واحدة بنتك بتطالب هيك صارت كلام انس عم تقلعني من هون انس عن جد عم تحكي انس عم تقلعي كمان جلال لا انس عن جد عم تحكي انس والله يا اخي خلص مشي نطلع بده يجي هو انس مشي نطلع ثواني يا جماعه قالت خذها وروح يلا تعال نروح على كيفك لانه نحن بنشتغل والله يا انس بدي اقول لكم شو انس والله العظيم ما بعد حد اذا ما هلا طلعت انا وياك ما عدل شيء من هون لا تنسي ايدك لا تنسي ما دخلك ما دخلك نسي ايدك ما بدي مد ايدي عليك انا ساعتي محترمتك انت انا طلعت من هون انا عليك على اول مره وسكتت يا راجل حساسه ما صار لك شغله يعني يلا ما حالك مصدر ما صار لك لا ما صار لك كل حاجه اتصل فيكي لحتى تلاقي انا حالي مصدركم انت مصدركم ما بدي احكي شيء لانه انا ما بدي احكي معك انا ما بدي احكي نزلت على ايدك لا قلك مخها والله العظيم العمى شو هاد روح يا مقلب 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 خلص بعد عني بعد بقلب ولك خلص خليك عم تعمل ديزاين بعد عني جلال مقلب كان هيك المقلب انا معه حتى جلال مقلب كان بدي انك تضربيها لك عايز تضربها اه تضربك انت لتكسرني ابتداء من اليوم حبلش اعمل مقاطع مخيفة رح اكسر اليوتيوب حدمر اليوتيوب حمزة اليوتيوب تمزع يا جماعة هي معنا بالمقلب استفزتني فما بالكم في السر والله استفزتني هيك شغلة انت كثير مستفزتني والله لا انا حبابي بتحكي هيك انت مين قال لك انه لا لا هيك اهم شيء حركات العيون انت مين قال لك انه انا منى الاتفاق كان انه جلال يولع بينك وبينها وانا اعمل حالي اني انا صافي معها انا معها وهو معها انا اسف حقك انا بس تعرف انه انا بعزك واخر مره خلص بيسال انا بدالك برد بالله والله هذا شو كان الوقح انا شو كان ردت فعلك بس قلت لك يا اسطى قلت لها هدي هدي اه قال هدي لك اي مستفزه انت عامله هيك بروح بجيب لها قهر وهيك حبايبي بكون وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله كل فيديو عجبكم مع منى جلال وبسان بوعدكم اول ما اوصل 4 مليون مشترك راح انط من طياره انا وبسان وعد وراح اعمل اغنيه وانزلها فبسرعه خليكم متحمسين ما انزلوا من الاشتراك صح بسان ولا لا صح واذا وصل الفيديو 300,000 لايك راح اعمل جزء ثاني بس من نوعيه طول ما انت هنا جنبي دايما كل يوم بتبقى الدنيا هنا بامبي فرحتك هو تهامي طول ما انت جنبي الدنيا معاك ايامي بقيت احلام اللي فات حبنا هنا عدى مسافات خف علينا عايز احكيلك بالساعات قديش انا بحبك